اهلا وسهلا ومرحبا معاكم بسام رشوان وحلقه جديده من هيستروبيا. اذا كانت معلوماتك عن لبنان تقتصر على انها بلد صغيره مشهوره بالمنات الحلوه وهم رموزها ومرفاه وهبي وبليس فرنسي، فانت حرفيا ما تعرفش حاجه عن لبنان. خليني احكي لك القصه من البدايه. اذا كان المصريين بيتفخروا باصولهم المصريه القديمه والعراقيين بيتفخروا باصولهم السومريه والاشوريه والتونسيين بيتفخروا باصولهم القرطاجيه، فاللبنانيين بيتفخروا باصولهم الفينيقيه. الحضاره الفينيقيه من الحضارات القديمه واللي كان ليها اسهامات حضاريه مهمه جدا، فالابجديه الفينيقيه واحده من اولى الابجديات ذات الشكل الصارم والمتسق، وكذلك اشتهر الفينيقيين ايضا بصناعه السفن الشراعية المتطورة ذات الرايات التي تحركها الرياح. مش محتاج اقول لكم ان السفن اللبنانية كانت بتصنع من خشاب شجر الارز، فلك ان تتخيل مدى قوة سفينة مصنوعة من شجر الارز الخالي. كما اشتهروا بصناعة الزجاج والمنسوجات والاقمشة. والفينيقيين تفردوا عن كل حضارات العالم القديم بميزة عجيبة جدا. كل العلماء اتفقوا على ان اساس الحضارة هو الاستقرار وعدم الترحال. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة فيما يخص جميع الحضارات القديمة هي الحضارة الفينيقية، واللي اعتمدت في الاساس على الترحال والتجارة والتنقل من مكان لمكان. عشان كده مش هتستغرب من معلومة ان الشعب اللبناني حاليا تعداده 15 مليون، 5 مليون مقيمين في لبنان وحوالي 10 مليون مهاجرين خارج لبنان. الشعب اللبناني متأثر بجينات الأجداد من الفينيقيين، شعب يعشق الترحال والتنقل. اكتشف الفينيقيين ايضا الأصباغ الأرجوانية واللي كان انتاجها مكلف للغاية ويستغرق الكثير من الوقت، وكان كبار الأثرياء وحدهم الذين يستطيعون تحمل تكاليفه، وهذا هو السبب في ارتباط اللون الأرجواني بالملوك. عشان كده الشعوب المجاورة للفينيقيين زي العراقيين او المصريين كانوا بيسموهم الشعب الارجواني. واذا كانت الحضارات القديمه حققت امجادها في ساحات الحرب، فالفينيقيين حققوا امجادهم في ساحات التجاره بسبب اتقانهم في صناعه السفن الشراعيه، ولانهم كانوا بحاره عظام وصلت سفنهم الى اوروبا وافريقيا، وبعض الدراسات بتقول انهم عبروا بحر الظلمات. وامتدت الحضاره الفينيقيه من اول لبنان وحتى المغرب، ولكن مش بشكل متصل، فمصر ما كانتش تحت سيطره الفينيقيين. ومن اهم الاثار الفينيقيه بلبنان مدينه جبيل وصور وطرابلس وغيرهم من المدن، لكن كمان في مدن فينيقيه خارج لبنان. هذكر منهم على سبيل المثال للحصر مدينه سبراطه في ليبيا، وقرطاج وسوسه في تونس، مدينه هيبون في الجزائر والتي تعرف حاليا بمدينه عنابه، وايضا مدينه قسطنطينيه، بالاضافه لمدينه طنجه وسبته وميليليا. بل ان الفينيقيين كان ليهم بعض تواجد في بعض الجزر إيطاليا زي جزيرة سولتيم. وعارف أسسوا مدينة إيه كمان في إيطاليا؟ عدالة السماء نزلت على إستاد باليرمو. بالظبط كده، باليرمو الإيطالية. وفي أسبانيا أسسوا مدينة كورت طيبة اللي هي تعرفت فيما بعد بقرطبة، ومدينة جرناطة واللي تعرفت فيما بعد بغرناطة. وفي أسبانيا أسسوا مدينة ملقة وبيرسينول. هتلاحظ إن أغلب مدن وحواضر شمال أفريقيا والبحر المتوسط أسسها الفينيقيين، لذلك كانوا لقب الفينيقيين بملوك البحار. أما لقب الفينيقيين أطلقوا عليهم الإغريق. بشكل عام أنا حاولت أتكلم باختصار عن حضارة الفينيقيين. لا تذهب بعيدا، فالحكاية على وشك أن تبدأ. لبنان دولة صغيرة جدا، ما تزيدش مساحتها على 10452 كيلو. عشان اقرب لك الصوره المساحه دي قد ايه، فسينا اللي هي مساحتها 6% من مساحه مصر مساحتها 60000 كيلومتر، يعني سينا 6 اضعاف مساحه لبنان. لبنان فيها 18 طائفه، لكن رغم صغر مساحه لبنان دي بس عامله قلق على الكوكب. فكميه العقول اللبنانيه المهاجره صعب حتى احصائهم، من علماء ومخترعين واطباء. عشان اتكلم عن العقول اللبنانيه المهاجره مش هتكفي 10 حلقات، بس انا اخترت ابرزهم اتكلم عنهم، زي حسن كامل الصباح اللي هو إديسون العرب. وإن كان وصف إديسون العرب لحسن الصباح في ظلم كبير، لأن حسن الصباح لم يعرف عنه أنه سرق اختراعات بعكس إديسون الغرب. على أي حال، حسن الصباح هنا اللي هو تولد 1894 ومات 1935 في مدينة النبطية في جنوب لبنان، تنسب إليه عشرات الاختراعات التي سجلت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا، بالإضافة إلى عدد من النظريات الرياضية. سنة 1927 التحق بشركة الكهرباء بنيويورك، وهناك أعلن عن العديد من الاختراعات التي وصلت ل 71 اختراع، من بينها اختراع جهاز لنقل الصورة في عام 1930، يستخدم اليوم في التصوير الكهروضوئي، وهو الأساس الذي تركزت عليه السينما الحديثة والتلفزيون. وكذلك في عام 1930 اخترع جهاز لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية مستمرة، وكان بإمكان اختراعه هذا استصدار قوة كهربائية تقدر ب 200 مليون كيلووات. وعرض الصباح اختراعه على الملك فيصل الأول ملك العراق ليتبناه، لكنه للأسف مات بعد كده. ثم عرض الاختراع ده على الملك عبد العزيز آل سعود، لكن للأسف توفى العالم اللبناني في حادثة عيدت بالطبع ضد مجهول. بالمناسبة قبل وفاته كان على وشك اختراع محرك طيارة نفاثة. ولا نستطيع أن ننسى في مجال الأدب المفكر والأديب الكبير جبران خليل جبران، الذي عرفه الغرب شاعرا ورساما بعد هجرته إلى الولايات المتحدة. اشتهر في العالم الغربي بكتابه النبي الذي نشره في عام 1923، وهو الشاعر الأكثر مبيعا بعد
الكتاب الانجليزي لويليام شكسبير والفيلسوف الصيني لوزي. اما في العصر الحديث فهناك العالم مايكل عطيه وهو متخصص في مجال علم الرياضيات. بسبب مكانته العلميه الكبيره هنلاقيه تولى رئاسه الجامعه الملكيه رويال سوسيتي وهي اعرق جامعه علميه في التاريخ، وكذلك تولى الاشراف على كرسي علم الرياضيات في جامعه كامبريدج وهو نفس المنصب الذي كان يشغله عالم الفيزياء الاشهر والاعظم اسحاق نيوتن. ومايكل عطيه حصل من انجلترا على لقب سير مثل الدكتور مجدي يعقوب عندنا في مصر. ويكفي ان تعرف ان كبيره العلماء اللبنانيين في كندا حاليا هي العالمه منى جان النمر. لكن مش هقدر اختم كلامي عن لبنان في المجال العلمي قبل ما اتكلم عن مشروع صواريخ عظيم جدا بدا سنه 1961 وللاسف انتهى 1966. ففي جامعه هايكزيان في بيروت وعلى يد البروفيسور مانوك مانوكيان وفريق من طلابه قاموا بتصميم صواريخ واطلاقها في اطار تجارب علميه فضائيه. كانت اول تجربه ناجحه لاطلاق صاروخ كانوا مسمينه ارز الذي وصل مداه الى كيلو متر واحد. وفي عام 1962 دخل الجيش اللبناني شريكا في المشروع ده واصبح تمويله من قبل الحكومه اللبنانيه، وقد ساعد الجيش في تطوير التجارب ورفعها الى مستويات اعلى. فكانت ولاده النادي اللبناني للصواريخ. المشروع اثار مخاوف اسرائيل طبعا، كون لبنان كان السباق في مجال صناعه الصواريخ التي طورت من ارز واحد وصولا الى ارز 8، وكانت تزداد ضخامه ودقه الصواريخ الى ان بلغ مداها اكثر من 600 كيلو متر. وللاسف نتيجه الضغوط السياسيه الخارجيه انتهى هذا الحلم العلمي الكبير في لبنان سنه 1967 بقرار من رئيس الجمهوريه اللبناني في الوقت ده اللي هو فؤاد شهاب. ولم يتبقى من هذا المشروع الا طابع بريد ومجسم بصاروخ ارز 4 في جامعه هايكزيان، واغلب اللبنانيين لا يعلمون عن هذا المشروع شيء. السؤال دلوقتي، لسه شايف لبنان هي البلد الصغيره؟ لسه ما تعرفش عن لبنان الا هيفاء ونانسي؟ ده السؤال. لو لسه الفكره دي عندك يبقى محتاج تسمع باقي الحلقه وهتنبهر. سنه 2013 كان اغنى رجل في العالم هو كارلوس سليم وهو لبناني الجنسيه. طب كنت تعرف ان في 6 رؤساء لبنانيين بيحكموا دول متفرقه في امريكا اللاتينيه؟ على سبيل المثال كولومبيا حكمها جوليو سيزر اللبناني الاصل من سنه 1978 ل 1982. اما الاكوادور حكمها 3 لبنانيين، الاولاني خوليو تيودور كرئيس مؤقت في عام 1944، تاني واحد حكمها كان عبد الله بوكرم حكمها من 1996 ل 1997، ثالث واحد كان جميل معوض حكمها في الفتره من 1998 لسنه 2000. والبرازيل الدوله الاكبر والاهم في امريكا اللاتينيه حكمها ميشيل تامر من 2016 ل 2018. اما بالنسبه للباراغواي فيحكمها ماريو عبدو تولى الحكم 2018 وهو الرئيس الحالي لدوله الباراغواي. مش محتاج اقول لك ان كل المثقفين والقراء في العالم العربي ولو عاوز يقول لك ان الكتاب ده طبعته كويسه هيقول لك دي طبعه بيروت، فمعروف من قديم الازل ان القاهره تكتب ولبنان تطبع والعراق تقرأ. أفضل مطابع للكتب حتى يومنا هذا هي مطابع اللبنانية. هتكلم دلوقتي عن العادات اللبنانية اللي أنا شايفها من وجهة نظري غريبة. أكتر صفة بتميز بيها اللبنانيين هي أن الطفل اللبناني أول ما بيعرف يتكلم بيتكلم في السياسة، الشعب كله بيتكلم في السياسة. عندنا في مصر لما بنقول حبيبي يا قلبي يا عمري يا عيوني، كل الكلمات دي في مصر أو في أي مكان في العالم هي كلمات تحبب أو مغازلة معروفة، يعني مش محتاجة ذكاء. لكن أحب أقول لكم إن الكلمات دي في لبنان بتستخدم في الخناق. يعني تخيل حضرتك تروح لبنان وتلاقي واحدة بتتخانق معاك فهتقول لك يا حبيبي يا قلبي. من الأمور الغريبة برضو في لبنان، لو أنت لو في حد وجه تحية في لبنان لازم بترد عليه التحية مضاعفة، أهلا يردوا عليه يقولوا أهلين، مرحب مرحبتين. الست اللبنانية مهتمة بمظهرها وصورتها بشكل رهيب، يعني حتى في العزة تلاقي البنت اللي أبوها توفى بتروح الكوافير وتظبط شعرها وتعمل مكياج. مستحيل الست اللبنانية ما تكونش أنيقة حتى لو كانت في عزة. بعيدا بقى عن العادات اللبنانيه، لبنان دي بلد كلها خيرات، عنده مقومات بان يكون المواطن اللبناني هو الاسعد ودخله رقم واحد في العالم بدون مبالغه. فلك ان تتخيل ان لبنان اللي الدولار وصل فيها 150 الف ليره في 1963 كانت الدوله رقم 4 في العالم من حيث الازدهار. عاوز اعرفك ان لبنان هي ثاني احتياط ذهب في العالم العربي بعد السعوديه. احتياط الذهب اللبناني اكبر من احتياط الذهب الاماراتي والاردني والقطري والعراقي والكويتي والمصري مجتمعين. ضيف على كده عندهم اراضي خصبه وبلد سياحي وثروات طبيعيه، والاهم من كل ده العقليه اللبنانيه الجباره. كم من العقول اللبنانيه المهاجره صعب حصرها، كل ده على عدد سكان قليل جدا اللي هو 5 مليون مواطن. قبل ما اتكلم عن العلاقات المصريه اللبنانيه عاوز اقول ان المواطن اللبناني يستحق لقب سوبر مان، لانه ببساطه المواطن اللبناني بيتعامل على اعتبار ان مفيش دوله.
هو المسؤول عن توفير الكهرباء، وهو المسؤول عن توفير المية، وكمان مسؤول عن توفير أمنه الشخصي. كل شيء هو المسؤول عنه في لبنان. آخر نقطة هتكلم فيها كالعادة هي العلاقات المصرية اللبنانية. العلاقات المصرية اللبنانية قديمة قدم الدولتين، ونظم تفوق الفينيقيين في صناعة السفن، فالملك سنفرو استورد السفن المصنوعة من شجر الأرز من الفينيقيين. كذلك استورد اللبنانيين من مصر أوراق البردي والذهب والمشغولات المعدنية. وبلاد الشام بشكل عام بما فيها لبنان كانت بتشكل مع مصر دولة واحدة لفترات طويلة، والأمر ده استمر سواء في العصر القديم أو العصر الإسلامي. وفي وقت الاحتلال الصليبي الجيش المصري تدخل بشكل مباشر لتحديد مدن لبنانية. ففي عام 1289 في ظل حكم السلطان المملوكي سيف الدين قلاوون تحرك الجيش المصري لحصار مدينة طرابلس المحتلة من الصليبيين، وبدأ بالفعل بدك حصونهم وأسقط برجين. بعدها فر الصليبيين هاربين من المدينة، وخلدت هذه المعركة بلوحة معروفة بلوحة حصار طرابلس. ومن أهم البصمات اللبنانية في مصر هو قيام الأخوين اللبنانيين سليم وبشارة تقلى عام 1875 بتأسيس واحدة من أهم الصحف ليس في مصر فحسب بل في العالم كله، ألا وهي جريدة الأهرام المصرية. الجيش المصري كان يحب يرسل حملات تأديبية لقبرص أو لتركيا، كانت الحملات دي بتنطلق من مدينة طرابلس بلبنان. الإمام محمد عبده بعد فشل الثورة العربية تم نفيه للبنان، وأقام هناك علاقات طيبة جدا مع أهل لبنان مسلميها ومسيحيها، وألف هناك أهم كتبه كتاب رسالة التوحيد. لبنان كانت بتتمتع باستقلال سياسي كبير جدا خاصة فترة الخمسينات والستينات. الاستقلال ده ما عجبش السعوديين، فإما تكون لبنان تابعة للسعودية بالكامل وإما تكون عدوة ومنحازة لمصر. وبسبب تهمة الانحياز لمصر قامت السعودية بحصار لبنان، فسحبوا ودائعهم من البنوك اللبنانية، ووصل الأمر بطرد بعض اللبنانيين من السعودية. كل ده عشان خاطر مصر. وأخيرا الشعب اللبناني كان عاشق للزعيم جمال عبد الناصر لدرجة أنه اتعمل له جنازة رمزية عددها كان ضخم جدا. الجنازة دي توفى فيها 16 شخص نتيجة إطلاق النار تعبيرا عن الحزن. أتمنى بعد الفيديو ده تكون الصورة النمطية لدولة لبنان اتغيرت. وأشوفكم بخير.